هل تعلم أن شاي الشريب كان الأكثر مبيعا في مصر؟ شاي الشيخ الشريب. اسمع معي كيف انتهت قصة رجل أعمال من أنجح رجال الأعمال في التاريخ المصري. كان بيدخن السيجار ورآه الرئيس جمال عبد الناصر يدخن السيجار الفخم الغالي، فقال: وده أممناه ولا لسه؟ هكذا وببساطة انتهت قصة رجل الأعمال الشيخ الشريب علوي الجزار ابن الحومدية، رجل الأعمال المصري خريج كلية الزراعة. انطلق في صناعة الشاي بمشاركة 3 من أشقائه، تزوج وأنجب 8 بنات، وبيقول المصريين إن رزق البنات واسع. مسيرة علوي الجزار بتؤكد المقولة دي. إذ لم يكن شيخ الشاي بتاع الشيخ الشريب هو إنجازه الوحيد، كان علوي الجزار رئيس مجلس إدارة مصنع كوكاكولا وصاحب 70% من أسهم المشروع، واستطاع أن يثبت أقدام المنتج في مصر والمنطقة عموما بنجاح. وبخلاف ماركتي الشاي الشيخ الشريب وماركة المشروب الغازي كوكاكولا، كانت لديهم مصانع للسجاد والبلاط ومبليات والأثاث والشربات، أي وماركة بونبون شهيرة فينوس وكريم نيفيا. كريم نيفيا واو. وكان صاحب مزرعة كبيرة بشراكة مع الخواجة إليكو، وطلع منها مطعم أندريا الشهير. وكان أيضا صاحب سينما الفانتازيو الشهيرة في ميدان الجيزة وفندق شهرزاد. كان علوي الجزار نموذج لصنايعي شاطر ورجل أعمال ناجح، تنطبق عليه مقولة بيحول التراب لذهب. كان نجاح مشروع تصنيعه للشاي نموذج يستحق الدراسة. كان بيستورد الشاي الخام من سيلان وبيصدره مصنع لمعظم الدول العربية، وكان تقريبا الشاي الرسمي المعتمد عند المصريين. برغم من وجود منافسين آنذاك مثل شاي زوزو إنتاج مصنع الحومدية وشاي كراون إنتاج مصنع بورسعيد، لكن الشريب تفوق بخلاف الجودة بسبب العقلية الدعائية للجزار. رسم في وجدان المصريين صورة الشيخ الشريب ملامح لشخص ارتاح وليه ولابتسامته. الشخص ده من بينهم ومش نجم سينمائي تشعر ناحيته بشيء من القرابة وكأنك التقيت بيه. دي كانت صورة الشيخ الشريب اللي على كل منتجات الشاي، وكانت صيغة إعلانات الشيخ الشريب واحدة دائما بتقول: يقول علماء النفس بعد دراسة أن المرأة تفوق الرجل في القدرة على تمييز طعم المر والحامض والمالح والحلو، وأنها أدق من الرجل في تذوق الطعم، ولهذا اختارت السيدة المصرية شاي الشيخ الشريب مشروبها المفضل، لأنه بيعمل سيكولوجية المرأة المصرية، وأن المرأة المصرية هي اللي بتختار المنتجات الغذائية في البيت وبتفرض رأيها، ودايما عشان هي اللي في المطبخ بيكون رأيها دايما سليم، لأن هي اللي بتختبر المواد الغذائية. فتخيل واحد بيتغزل في المرأة وبيثني عليها، فهي ضروري هتشتري الشاي بتاعه. في بداية الستينات تولى علوي الجزار رئاسة نادي الزمالك. واو. كان أصغر من تولى هذا المنصب 38 سنة، وصاحب أقل فترة رئاسة عام واحد. حقق إنجازات كتيرة، أهمها حمام السباحة الأولمبي وتأسيس ألعاب جديدة بخلاف كرة القدم. أما في كرة القدم فقد حقق بطولة الدوري مرتين متتاليتين، قرر بعدها أن يستضيف على نفقته الخاصة فريق الكرة العالمي ريال مدريد ليلعب مباراة ودية في القاهرة، وكان حادثا مشهودا. ولكن هناك رواية تقول أن هذه المباراة كانت سببا في تعرض علوي الجزار للتأميم. تقول الحكاية والعهد على النقد الرياضي محمود معروف أن عبد الناصر كان بيشاهد المباراة تلفزيونيا، وكان الجزار بيجلس في المقصورة إلى جوار رئيس نادي ريال مدريد، وحدث أن أشعل كل منهم سيجارا فخما. فهنا سأل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن هذا الشخص الذي يدخن السيجار الفخم إلى جوار الضيف الأجنبي، فقالوا له: علوي الجزار. فسألهم: وده أممناه ولا لسه؟ وكانت الإجابة: لسه. فكان قرار التأميم سريعا، كان القرار عنيفا، صدر وهو في طريق عودته إلى بيته. تحت البيت وجد في انتظاره من ينفذ القرار، وكان أول ما فعلوه أنهم نزعوا منه ساعته الرولكس وسحبوا منه سيارته الفاخرة. شاي الشيخ الشريب وقصص وحكاوي كتير. لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى تفعيل زر الجرس.